الإخوان الشباب عقود وأجور وزارة الكهرباء عددهم 113,000 بين عقد وأجور يومي. نعم. تعينوا سنة 2019 عندما كانت المظاهرات مالية شوارع، فتعينوا هؤلاء الشباب، فتعينوا دون خطة عمل يعني من الوزارة، يعني دون تخطيط، وبحجة أنه بحجة استيعاب وبحجة استجابة لمطالب المتظاهرين. هاي المشكلة اللي سوتها وزارة الكهرباء وإحرجت الدولة حقيقة. يعني الشباب اليوم عقود وزارة الكهرباء صار شهرين بدون راتب ودخلوا للشهر الثالث، وهذه مشكلة. يعني عندهم التزامات، عندهم معيشة، ما لحد اليوم هم الشهر الثالث ما مستلمين راتب.